دائما جوعانين، دائما السؤال شو بدنا ناكل يعني، بس بيقعدوا مو هون سؤال انه نحن عم ناكل، ولكن انت مانك عم تاخذي الشيء اللي انت حبيبتي، فبضل عندك هاي الحاله انه انا ما عم بعرف شو بدي، جوعانه وما في شيء، ما عم لاقي شيء. طيب فهي مشكله بحد ذاتها. طيب رح نطرح هاي المشكله يا رشا وبعض الاستفسارات بما يخص اضطرابات الاكل والشراهه عند الاشخاص على اختصاصيه التغذيه غزل الحلا. يسعد صباحك. تمام الحمد لله. قديه بتجيكي اسئله عن هاي القصه، يعني انه انا باكل بس في شيء مو صح، يعني او ما بعرف مثل ما قلتي شو بدي اكل او عم اكل كميات كثيره، فانا بجرب كل شيء، بروح لجرب كل شيء الا ما الاقي شيء. تماما. هلا صراحه هي مشكله حبيت نحكي بهذا الموضوع اليوم، لانها مشكله صايره كثير كبيره، حتى لو ما كانوا الاشخاص واصلين لحاله المرضيه، بس بيكون في بوادر واعراض مبدئيه ممكن سبب لهم هاي الأعراض أو المرض. دائما حالة مرض؟ هي إذا وصلت تفاقمت الحالة فهي حالة مرضية. إيه؟ رح نحكي شو هي اضطرابات الأكل وشو يعني إنه الشخص مصاب باضطراب أكل. اضطرابات الأكل هي عبارة عن حالة بيكون في الشخص عنده علاقة سيئة مع الطعام، فبيكون إما ما عم يأكل أبدا أو عم يأكل بطريقة كتير كبيرة. هلأ الأشخاص اللي ما بتكون عم تأكل أبدا بيكون في عندها ممكن تضل يومين ثلاثة من دون تناول الطعام بكميات كتير قليلة، ممكن تمرق شيء كتير بسيط لحتى بس تضل عم تقدر تقوم بنشاطاتها اليومية. أما الأشخاص الثانية، الأشخاص اللي عندهم شراهة بشكل كتير على الأكل، فبيأكلوا بكميات كتير كبيرة خلال وقت كتير قصير. طب نحن كيف فينا نقول إنه هذا الشخص مصاب باضطراب طعام أو لا؟ في عدة عوامل بتخلينا نقول إنه هذا الشخص مصاب. أول شيء إذا تكررت الحالة أكثر من مرتين لثلاثة أسبوعياً، يعني ما فيني أقول إنه أنا حتى بعمدة شهر وشهرين، ما فيني أقول إذا أنا مثلاً حالياً متوترة أو ضايجة فعم أتسلى مثل ما عم نقول بالأكل بشكل كتير هيك على السريع إنه أنا عندي حالة اضطراب. لا، حالة الاضطراب لازم تكون أول شيء في تكرار بشكل كتير كبير. هاي شغلة. شغلة تانية، لازم يكون في عنا عدم وثوق بالشكل الجسم. الأشخاص اللي بيكون عندهم اضطراب أكل منلاحظ إنه هنن إما نحيفين بشكل كتير كبير، بس مع هيك عم يشوفوا حالهم إنه هنن كتير بصحة زايدة، كتير سمنانين، نظرة وهمية. تماماً. فبيلاقوا حالهم على المراية إنه أنا كتير صحة، تيابي مو ظابطة معي، وزني على الميزان رغم إنه بيكون وزنه كتير مثالي مثلاً، بيلاقي إنه لا لسه بدي أنزل كمان، محتاجة إني أنزل وزن كمان، فبيلاقي إنه هو في اضطراب بين شكله ووزنه وطريقة الأكل تبعه. طيب خلينا نحكي مين أكثر الأشخاص المعرضين لاضطرابات هي الأكل. وكنت عم تحكي الفكرة إنه بس يزيد عن حده يعني بصير حالة مرضية. بحالة مرضية شو هي الزيادة عن الحد يلي قصدتيها؟ هلأ الأشخاص الأكثر شي عرضة على أنهم يكونوا مصابين بهاي الحالات هن للأسف السيدات أكثر من الرجال. دراسات تقولنا أن السيدات بيكون عندهم هوس برقم الميزان وبشكل الجسم أكثر بكثير من الرجال، فلهيك هن معرضين أكثر أنهم يصابوا بهاي الحالة. بالإضافة أن المراهقين واللي بسن صغير واللي هلأ مبلشين يتعرفوا على شكل جسمهم وعلى كيف لازم يكون الشكل المثالي، وهنا كتير بيكون في دور كبير للسوشيال ميديا وللقنوات اللي بتعرض لنا أنه لازم يكون الشخص أو الصبية بشكل جسم كتير مثالي، لازم يكون في معايير لمحيط الخصر. فبتلاقي أن المراهقين واللي عم يبلشوا بفترات هاي النمو هن أكثر عرضة، لأنه بيكون في عندهم شي ستاندر حابين يوصلوا له، رغم أنه ممكن يكونوا بشكل جسم هن أساساً مثالي لطولهم وعمرهم. خلينا نحكي بهاي الحالة، ممكن تدخل المعالجة عند طبيب مختص بالتغذية، وممكن تكون القصة عرضية. نحن بنعرف دائما خاصة عند الإناث بصير اضطرابات بالهرمون بهاي الفترة، فبتلاقيها أنه باللا إرادي يعني عم تروح لهاي القصة، أنه عم تاكل، عم تطلب نفسها الحلو، عم مالح حلو كله أخضر يابس كله يعني. فخلينا نحكي عن الإجراءات العلاجية بموضوع الاضطرابات إذا كان حالة مرضية. تمام. هلأ الإجراء العلاجي أول شيء أنه يكون في وعي
من الشخص اذا مو من الشخص من الافراد المحيطين له. كثير مهم انه الافراد العيله او الرفقه المقربين جدا من هذا الشخص وقتها بيلاحظوا تغيرات كثير كبيره على طريقه اكله للشخص انه يحاولوا يوعوه على الشيء اللي هو عم يصير معه، لانه نحن العلاج بيكون اول شيء عن طريق التوعيه، ثاني شيء عن طريق معالجة غذائية ونفسية سوا، لأنه الأكثر سبب لاضطرابات الأكل هي اضطرابات نفسية. بنلاقي هدول الأشخاص إما مارين بحالة توتر عصبي أو في عندهم مشاكل نفسية معينة، فبيلجأوا للطعام كمكافأة أو بيلجأوا لأنه يعاقبوا نفسهم عن طريق أنه خلاص يبطلوا يأكلوا على الأخير. فلازم يكون العلاج هو تغذوي نفسي بذات الوقت، توازن. تمام، فلازم يكون في توعية من قبل أخصائي التغذية ليعرفه شو هي الكميات المناسبة له وشو مدار الشيء اللي هو عم يساوي، بالإضافة للمعالجة النفسية لحتى ينخفف من التوتر اللي هو أساساً سبب الاضطراب الأكل. خلينا كمان غزل نتعرف من حضرتك على اضطرابات ايضا يعني هضميه او متعلقه بالاكل والطعام. تمام، فينا نحكي اليوم اكثر عن مرض كثير شائع عند المراهقين هالفتره هو البوليميا العصبي. مرض البوليميا العصبي مثل ما حكينا انه هو مرض بيقوم الشخص فيه على تناول كميات طعام كثير كبيره بفترات كثير قصيره. لحتى نوضح الفكره وما يكون اي شخص او اي صبيه مثل ما قلنا انه انا باكل هاي الكميات الكبيره، هدول الأشخاص المعرضين لهاي الحالة بيأكلوا من 2000 ل 3000 سعرة حرارية خلال ساعة أو ساعتين، فهي كمية كتير ضخمة، يعني ممكن الشخص يأكلها خلال اليوم وحتى أكثر من يوم، هن بيأكلوها خلال ساعة أو ساعتين. بيلجأوا للطعام مثل ما حكينا نتيجة أنه هن مارين بحالة توتر نفسي أو ممكن يكونوا مو رضيانين على شكل جسمهم، أنه أنا شكل جسمي ما أنا منيح، فبيروح نتيجة التوتر بده يحاول يهدي نفسه فبيروح على تناول الطعام. الدراسات بتقلنا أنه تناول الطعام بكميات كبيرة بتزيد من شعور السعادة، بس هذا الهرمون اللي بيرتفع نتيجة تناول الطعام بيرجع بنخفض بشكل كتير كبير بس ليخلص الشخص تناول الطعام. بهاي المرحلة الشخص بيروح بيعاقب حاله انه انا ليه اكلت هالقد كمية كتير كبيرة، انا ماني رضيان على شكل جسمي، انا اذا اكلت رح اسمن، انا ندمان. بس الندم ما بقى يفيد بهاي القصص. هن بهاي الحالة بيلجأوا لانهم يتقيأوا الاكل، هذا هو المرض البوليميا، انه انا باكل كميات كبيره ومباشره بعدها بفتره كثير قصيره بلجا اني انا اجبر معدتي على اني اتقيأ. تأثير سلبي هذا على النفسيه وحتى على الجهاز الهضمي، له اعراض كثير كبيره. هلا بنحكي على المشاكل اللي بسببها هذا المرض، ممكن يتقيأوا، ممكن يروحوا ياخذوا ملينات او اي شيء مواد مسهله مشان يطلعوا الاكل بنظرهم من جسمهم، وممكن يلجأوا لتمارين رياضيه كتير عالية، يعني بيلعبوا رياضة بشكل ما عم قول انه بيطلعوا بيمشوا ساعة او ساعتين، لا بيلعبوا 3-4 ساعات تمارين رياضية مجهدة لحتى يحرقوا كمية الاكل اللي هن اكلوها. هلا شو المشاكل اللي بتصير مع هدول الاشخاص؟ اول شيء ممكن يصير في عنا نحن حموضة المعدة نتيجة القيء عم تطلع على الجهاز الهضمي وعلى التم، فمنلاحظ في اصفرار بالاسنان، منلاحظ بالتهاب بالحلق. ممكن اذا استمرت هاي الحالة لفترات طويلة يصير عند هذا الشخص نوبات قلبية وجلطات، لاني انا عم اجبر عم ابذل جهد على قلبي وعلى جهازي الهضمي لحتى يخرج هذا الطعام، فهي مشكله عن جد، مشكله كثير كبيره واضرارها كثير كبيره على الجسم. اذا كنا عم نستخدم الملينات فراح يصير في عندنا نقص كثير بالشوارد الجسم، راح يصير في عندنا تعب وارهاق، ممكن يصير في عندنا تعب بالعضلات اذا كنا عم نلعب رياضه بشكل مجهد كثير. فهي المشاكل نحن ما اكتفينا بانه تناول طعام كبير وخروجه، لا عم يصير في عندي مشاكل على الجسم بشكل كثير كبير. أكيد دائما الوقاية خير من العلاج، مثل ما بيقولوا المفروض نحن دائما نروح للأمور الوسطية بحياتنا. أكيد إذا بدنا نشكرك بالختام لوجودك معنا أخصائية التغذية غزل الحلاق، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، أهلا وسهلا.